اليوم أنا أتناول مع السيد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والصور والفيديوهات الخطيرة للانتهاكات الخطيرة التي مورست ضد المتظاهرين، وهذا الأمر ليس بجديداً، كان يمارس بعنف مفرط في أيام حكومة السيد عادل عبد المهدي، واليوم أيضاً يمارس ويستمر هذا العنف بشدة أكبر مع المتظاهرين. والمتظاهرين الآن أحدهم قال على الهواء يقول لدينا تعليمات من وزارة الداخلية وقوات مكافحة الشغب بإنهاء التظاهرات واستخدام العنف. أنتم بماذا تردون على هذا؟ ولماذا هذا المشهد المؤلم ما زال مستمراً سيادة اللواء؟ أستاذ نجم، أولاً كل المتظاهرين هم أخواننا وولدنا وشبابنا. نعم. العراقي الواحد. المتظاهرين شبه ذلك، لكن ممكن أن يكون هناك يصير بعض الاحتكاكات. اثنين، أكو نقطة مهمة أكد عليها السيد معالي وزير الداخلية في موضوع قطع الطرق. اليوم هناك عملية قطع طرق والتأثير على أيضا الحرية الشخصية للمتظاهرين. أنا حقيقة سأتابع هذا الموضوع بالنسبة لكل إخواني المتظاهرين، شبابنا العراقي الواعي الوطني الشخصي. أتمنى من عندهم أنه يعني يبتعدون عن الاحتكاك مع القوات العراقية. سيادة اللواء، هم أهلهم. فلهذا أنا راح أتصل الآن وأتابع الموضوع.